حذيات اليوم أم نعلق بشكل عام التعليق حذيات على اليوم, اليوم هي إجراءات أمنية, إجراءات تعارف, ما حصل اليوم ليس محاكمة. اليوم هو تعارف, كل المتهمين حضروا وتم المنادات بأسمائهم, أماكن ميلادهم, المتهم وجه إليهم, أسماء محاميهم وغير ذلك, ويعني حضور أمام المحكمة فقط. غدا أيضا سيكون يوم مشابه, ولكن واليوم انتهى, اليوم انتهى. غدا سيكون هو تعرف على الشهود, الشهود تحضره المحكمة. هناك اليوم بعض طلبات متعلقة بالمجتمع المدني رفضها الدفاع عبد العزيز وقبلتها النيابة, وهي طرف مناوي. النيابة في طرف هي الدفاع المدني الممثل في محامي الدولة, ودفاع كل متهمين هذا في طرف, هو طرف ثاني. إجراءات اليوم وغدا أعتقد المحاكمة الحقيقية ستبدأ يوم الاثنين, ولكن بالنظر إلى ذلك ستظل هناك أحداث لديها صدى إعلامي. أنا في تقديري أن رب العباسي لن يتكلم. ماذا؟ في تقديري أن رب العباسي لن يتكلم. سيحجم عن كما السابق يعني. سيتعلل بعديد مبررات. شاهدنا مادة 92 المرة الماضية, يمكن نشاهدها الآن. شاهدنا اليوم يمكن يتعلل بظروف السجن الانفرادي, يمكن يسحب محاموه بهذا المبرر وبغير ذلك. في تقديري أنه لن يتكلم, لن يرد على أسئلة القضاة. وفي هذه الحالة ستكون محاكمة لا طعم لها, ستفقد الطعم. لو أجاب العزيز على لنفترض أن هذا الاحتمال قد لا يحصل, هناك احتمال آخر أن يتكلم, أن يجيب على الأسئلة وأن يضرب تصريحات. إدراؤه بالتصريحات هذا موارد, يمكن أن يضرب التصريحات في كل وقت, ولكن لا تتعلق بالأسئلة التي توجه لي. مثلا يمكن يسألوه عن الملف كيف منحت الأراضي كذاك, يقول لهم الفساد منتشر وهناك صفقات كذا, يمكن يرد بجواب طيب. آخر طيب. أعتقد في تقديري إذا تكلم وأجاب على الأسئلة هنا ستكون محاكمة, هنا ستكون محاكمة. وإذا أقنع الرأي العام سيعرف المتابعون أنه بريء. أما إذا لم يقنع طيب. فسيعرف المتهم, لكن أرشح راجحاً لا يتكلم بمبرر مادة 93 أو بالظروف الصحية أو ظروف السجن أو انسحاب محامين وغير ذلك. وسنجد كثير من انسحابات محامين واحتجاجهم. هذه المحاكمة تطول عادة. طبعاً سنواصل في قضية التفاصيل والتوقعات بخصوص هذا وحتى الآفاق. نعود للوراء طبعاً على كتابات الخرجة الإعلامية لبعض النواب, خصوصاً مثل سينب.